تدري انا بس عشان الدكتور بسرعه اتفضل انا منقل السحابه محمد مبلغ 10000 ريال منقل السحابه مش هسيب طيب هنا ما حدش السحابه من البنك ولا من المقدم نحن في المحاسبه من السحابه نحن في المحاسبه كلمتين لا بد له بشيء لا بد له الخزينه شيك البنك هذا المصطلح اللي نحن نستخدمه طيب سدد الدائنين اذا هذا الطرف اسمه الدائنين مبلغ نقدا يعني الخزينه ومبلغ بشيك يعني البنك طيب كم الدائنين كم عندنا الدائنين هذا 600 تمام يعني العمليه بتكون بكم 600 300 نصفه يعني 300 300 لكن ما هو المدين والدائن؟ أولا الدائنين التزام ولما سدد الالتزام ايش حصل له؟ ينقص وهذا الاثنين كلاهما اصل لما يدفع ينقص لما تاخذ من الخزينه ايش حصل لها؟ ينقص تنقص لما تاخذ من البنك ايش حصل للبنك؟ ينقص تمام لما سدد الدائن لما سدد الدائن دكتور لما تسددها وقت الدائنين خلاص التزام دين عليه التزام خلاص لما سددها ينقص اكيد خلاص تنقص الالتزام التزام باقي عليك التزام الان سددته ما بقي شيء الالتزام نقص لما ينقص الالتزام يصبح مدين وهذا كلاهما دائن اذا بيكون من حساب الدائنين مذكورين مذكورين هذول المذكورين طبعا كم التاريخ 20/7 هذول المذكورين واحد الخزينة والثاني البنك 600000 وهنا 300000 هذا بكمل فيه عشان بعدين نصور الحسابات من خلال الدفتر ما نرجعش نكتبهم ما نشتيش نمسحهم الان ممكن نكمل خلاص بعدين في 25/7 حصلت المنشأة 95000 مقابل تقديم خدمات حصلت المنشأة ب 95000 ريال بايش؟ بشيء خلينا نقول بشيء حصلت المنشأة مبلغ 95000 ريال بشيء مقابل تقديم خدمات للعملاء حصلت بشيء ايش اللي زاد؟ البنك رصيدك في البنك زاد فهو اصل زاد مدين اذا بنقول 95000 من حساب البنك تمام عفوا 195 95 تقديم خدمات للعملاء لما تقدم خدمات للعملاء وتحصل بيس ايش اسمه هذا؟ ايراد اسمه ايراد صح ولا لا؟ اذا والايراد ايش اللي لدى المحترمين؟ الدائن ايراداتك الان زادت اسمح لي ايراداتك تزيد لانك تحصل ايرادات اذا الى حساب ايراد الخدمات في 28/7
اشترت المنشأة آلات بشيء، إذا معي ظرفين، معي آلات ومعي فريق. الآلات ايش هي أصلا؟ زادت الأصول، لما اشترينا آلات زادت الأصول. دكتور هناك خدمات يعني خزينة صح؟ فين يا أخي؟ الخدمات هنا قلنا حصلنا بشيء 95 إذا زاد الشيء إذا زاد خلاص هذا طرف. الآن رصيدك في البنك زاد انتهي سجلته وقيدته وبعدين ايش اللي حصل؟ الطرف الثاني ايش سجلته؟ قل والله زادت إيراداتي. بس الآن بيبقى صبي لا خلي الآن خلينا هنا فوق على خلينا هنا في خدمة زي ما ضربت لك مثال قبل قليل، لما تدفع في معك شيء مصروفاتك تزيد جيبك ينقص. لما تحصل خد ايراد يستزيد وايراداتك تزيد. صرف راتب بوت. لما تستلم راتب وتستلم ايجار المحل تقول والله تعال احسب لي ايراداتك، فتقول الراتب زائد ايجار المحل هذه ايرادات. وفي المقابل ايش اللي يزيد؟ يزيد النقود. تزيد النقود. طب اقول لك كم معك نقود؟ تقول معي كذا وكذا. كم معك ايرادات؟ معي كذا وكذا. فهما عنصرين مختلفين، النقود اصل والراتب والايجار حق العقار اللي حصلته ايراد. طالما امرين منفصلين لازم نفصل بينهم. هذه العناصر اللي في المعادله لا تخلطش بين اثنين مثلا. الاصل لوحده، المصروف لوحده، الإيراد لوحده، الالتزام لوحده، حتى الملكية لوحده، المسؤوليات لوحدها. إذا شفتهم كذا يتخالطوا مع بعض صار القوة. إذا في خلل صرنا تخالطوا في خلل تخالطوا في مشكلة. واضح هذا؟ فهما أمرين منفصلين. تمام تمام. لأنه بضرب لك مثال تمام حصلت في البنك 95 بس دين، هل هي زي الإيراد؟ كلا الحالتين أدتا إلى زيادة الياس حقك اللي في البنك 95. يعني دكتور هنا هنا البنك زاد والإيراد زاد صح ولا؟ تمام بس زاد والإيراد زاد. ها؟ هنا ب 200 ألاف البنك زاد والإيراد زاد. زاد والإيراد. بس الإيراد في قناة الدائري. ممتاز الإيراد لما يزيد دائري. نترك من الظواهر ما مسكناها ما مسكناهاش مشان هذا. مشان تراجعوها تشوفوا القيد اللي انا اكتبه وتراجعوها. طيب دكتور معلش وضحوا اذا سمحت هذه النقطه. قد تحصل ال 95000 يا طيب قرض ما نجاوب يا طيب معك 95 في البنك اتفقنا، بس في الطرف الثاني بتقول معي 95 تروح ولا بتقول لا خلي بالك عليك دين لفلان بيجي دور بعد اسبوعين صح ولا لا؟ لازم تسجل القرض اللي عليك. افرض حصلته من المديني، واحد عنده سنه في سدتك فتسجله في البنك وتروح انت مطمئن، فلان ما بقيش عليه، لازم تسجل فلان ما بقيش عليه، والا بتروح طالب وانت بعد اسبوع. فلازم الطرف الثاني نسجله. مش بس والله بيس في البنك وخلاص، بيس في البنك ايش سببها؟ طيب ولو ايراد، ممتاز ايراد، اذا لازم اسجل الايراد عشان في نهايه الفتره لما احسب الربح اشوف كم ايراداتي طوال السنه وكم مصروفاتي. تمام. اذا هذا الايراد بيخدمك في نهايه السنه لما تجمع الايرادات وتجمع المصروفات تطرحهم من بعض، الفرق بينهم ايش هو؟ ربح او خساره. احنا كلنا محاسبين بعض معلومات، لازم اسجل كل صغيره وكبيره. في الاخير احصل المعلومه في الاخير اللي هي صافي الربح. ايش صافي الربح؟ هو الفرق بين الايرادات والمصروفات. طيب ممتاز. طيب الان ما تسجلش ايراداتك بس المهم بيس. اذا رجعنا للقيد المفرد في الزمان اللي قبله كان تشيله، اللي كان يقول لك والله معي في البنك مش عارف من جلاء معك في البنك ايش هو؟ قد يكون قرض، قد يكون ايراد، قد يكون تحصيل من مدين فوائد قروض حصلت فوائد قروض قد تكون يعني بصور او باخرى لازم تسجله حتى تعرف ما بيكون عليك، لانه هذه المعلومات تتاجر. طيب في الاخير بدك تحسبها كيف بتحسبها؟ انت ايش عارف؟ معك بيس لا تدري هل هي دين؟ هل هي قروض؟ هل هي ايرادات؟ هل هي حق الناس؟ هل هي حقك؟ انت ايش عارف ايش مش عارف؟ فلازم تسجل الايراد ايراد، بعدين تطرح من المصروف. الالتزام اللي عليك تسجله عشان تعرف متى تسجله. اللي حصلته من المدينه تسجله، تعرف انه ما فيش عندهم شيء. وهكذا. فلازم من الطرفين، ما اخلطش بينهم. طيب، نجي اللي بعده. اشترت الات، هذه الطرف
لما اشترينا بضاعة كنا نسميها ايش؟ مشتريات. أليس كذلك؟ لما بعناها كنا مبيعات. البضاعة فقط ما يشترى ليباع هي ما يطلق عليه مشتريات ومبيعات. أما باقي الأصول ما سميهاش مشتريات ولا مبيعات. يعني الأصول الثابتة سميها باسمها. لما اشتري أنا أقول آلات، لما اشتري سيارات سيارات. أصول ثابتة. أصول ثابتة. وكذلك المستلزمات. لما تشتري أقلام مشان تستخدمهم ما تقولش مشتريات لأنه مش للبيع. المشتريات في مقابل شيء اسمه المبيعات. أصول الدولة؟ هي مضاد لا لازم أقلام. هي أصول مثالية مستلزمات لكن ممتاز هذه أصول الدولة زي القلم بس ما نسميش مشتريات لأي عنصر ما يقابلش مبيعات ما يشتراش بغرض أن يصبح مبيعات ما سجلش مشتريات. سجلوا الاسم اشتريت اقلام اوراق مستلزمه اشتريت الات اشتريت سياره سيارات مبنى مباني تمام اذا انا ما بقولش مشتريات لو صاحب الالات اللي استوردهم من الخارج يبيعهم اشترى على ايش سميهم مشتريات بس نعم اشتري غرض البيع غرض البيع ولا في غرض الاستخدام اما ما يشترى لغرض الاستخدام بسميه الات فهنا يا طيبي إذا هنا بنقول من حساب الآلات لأنه أصل زاد. من حساب الآلات لأنه أصل زاد، أنا بوضحه هنا أصل زاد عشان نتذكره. يشيك إذا إلى حساب الفني. يعني من بين قوسين. ممتاز من بين قوسين لأنه دفع مليون و 200 ألف. لأنه دفع مليون و 200 ألف فهو من بين قوسين. هذا كم تزيد شيء كل واحد؟ رقم؟ 3.7 سددت المبالغ التالية ممتاز ممتاز طيب مرتبات العاملين بشيء فواتير بشيء سكن محمد مكتب الحاجة تكون مثلا من حساب الأصول الثابتة في مجال كده؟ أي هي؟ هذه الأخيرة من حساب الآلات يا سلام يا سلام سؤال رائع جدا تقول هل يكون هذا من حساب الأصول الثابتة؟ ما ينفعش لأنه بحسب النظام مع معلومات تقول لي كم معك آلات كم معك سيارات كم معك مباني كم معك يعني أي أصل من الأصول تسجله باسمه وإلا إحنا نعمل كل القيود قيدية مسار الأصول هذا مسار الأصول الدولة أصول الدولة هذه بعدين لما نجي نشوف التحليل المالي التحليل المحاسبي نحللهم على بند بند نطلع كم نسبته الكل عشان نشوف مؤشرات السيولة وأشياء أخرى فما ينفعش أنا أقول أصول ثابتة وأسود وأصول الدولة وأسود واضح الفكرة؟ يعني أقصد لو كان التوضيح دخلت قوسين من بعد الأصول الثالثة واضحة هي واضحة لا تحتاج توضيح لا تحتاج توضيح طيب طبعا مرتبات العاملين ايش هي؟ المصروف المصروف والمصاريف زادت إلى المدينة طيب فواتير الكهرباء والهاتف مصروف والمصاريف زادت إلى المدينة. إيجار سكن محمد هذا إيش هو؟ المسحوبات مدينة. إذا بيكون معي من مذكورين حساب المرتبات وحساب مصاريف الكهرباء والهاتف. وحساب المسحوبات لاحظوا ما يخص المالك نسميه مسحوبات حساب المرتبات حساب مصاريف الكهرباء والهاتف حساب المسحوبات بعدين نقصوا اصلين الى حساب نقص الخزينه ونقص البنك اذا الى مذكورين إلى مذكورين حساب البنك وحساب
الخزينة. طبعاً مرتبات 250 ألف، مصاريف الكهرباء والهاتف 20 ألف، المسحوبات 30 ألف، البنك 250 ألف، والخزينة 30 ألف. هنا 250 وهنا 20، 270. هذا بدون يا دكتور قيود اليومية. تابع. نعم هذا رقم واحد قيود اليومية كله. نعم دفتر اليومية هذا هو دفتر اليومية وسجلنا فيه قيود اليومية. مئتين وخمسين مرتبات، 20 كهرباء، 30 مسحوبات، 270 بنك، 30 خزينة. يا دكتور الكشف هذا متى يقفل؟ الاقفال في نهاية السنة. نعمل الاقفال في نهاية السنة. يعني ما فيش مجموع، إلا بنهاية السنة. ما فيش مجموع، لا سؤالك هذا لا، نحن نعمل ترحيل لدفتر آخر اسمه دفتر الأستاذ. قد نرحل يوميا إذا العمليات كثيرة، قد نرحل أسبوعيا أو شهريا إذا هي ثلاثة. وخلاص وانتهينا، وبعدين نشوف دفتر آخر. أنا هذا قفل آخر السنة. حسب الأطراف اللي عندك. زين شوف هنا من إلى مذكورين حسب الأطراف. مرة يكون مذكورين مدين ومرة يكون عدال ومرة مدين عدال حسب الحالة اللي عندك. حسب عدد الحسابات في كل طرف. ممتاز ممتاز حسب الحالة اللي عندك. إذا كان في أكثر من حساب في طرف نقول مذكورين. هل انتهيتم من هذا يا قريبين؟ طيب الان انا سأضفي على الدفتر ومسح الباقي عشان نشوف كيف نعد حسابات نرحل الحسابات الى دفتر الاستاذ. خلاص المطلوب مكتوب عندكم وهو يومين الترحيل لدفتر الاستاذ وبعدين غدا ميزان المراجعه. طيب طبعاً خلينا نعمل دفتر الأستاذ نقول لماذا دفتر الأستاذ؟ دفتر اليومية يحقق لنا الإثبات للعمليات أول بأول يوثقها يثبتها بشكل متسلسل ولكن مشكلته أن الحسابات مشتتة ومعثرة في كل مكان. شوف البنك أيضا والبنك في الصفحة الثانية في البنك في الصفحة الثالثة بتحصل البنك الأولى بتحصل مشتريات في مشتريات في ثلاثة مشتريات مبيعات في كل مكان دائنين في كل مكان ضيف كم رصيد ما تعرف ما تقدرش ممتاز.